برافو، حقيقي برافو يا مدام شهيرة. الموضوع صحيح عجب حضرتك؟ بس مش هيعجب القراء، جرعة الفلسفة فيه قوية جدا. هي وجهة نظر. وجهة النظر دي عشان تأكديها وما تبقاش مجرد فلسفة وبس، يبقى لازم تنزلي للناس تسأليهم فيها عن رأيهم، تعملي معاهم مناقشة، ومن خلالهم هتعرفي ايه اسباب ظاهرة ان البنات بتطلع الاوائل في الثانوية العامة والشباب بيتقهقر. ايوه بس انا شرحت الاسباب في المقالة بتاعتي. انا بقى عايزك تأكديها برأي الناس. انا مثلا مؤمن بان الثانوية العامة بتيجي في اصعب سن بالنسبة للشباب، ومن هنا صعوبتها. ما هي بتيجي في نفس السن الصعبة للبنات، لكن النتيجة بتقول إنها مدام شهيرة، قد ما تقدري استعيني برأي الناس. انزلي الشارع، روحي مواقع، اسأليهم ايه رأيهم، هتطلعي بنتيجة هايلة جدا. أنا مقتنعة باللي حضرتك بتقوله، بس ايه؟ اللي حضرتك بتقوله ده محتاج صحفية شابة. أمال أنت ايه؟ أنا أنت في قمة الشباب والحيوية يا مدام شهيرة، وأنت بأفكارك اللي أنت مقدماها دي كلها أفكار شباب. المهم الفعل، الحركة. حاضر، هحاول. وأنا واثق إنك هتقدري تحققي المعادلة الصعبة. اللي هي إيه؟ أفكارك النظرية لما بتتحول لواقع معايشة هتتدفق حيوية جوه الموضوع، وفي الحالة دي هقدر أقول أنا بقدم صحفية جديدة بحق وحقيقي. أنا بتمنى إني فعلا أكون عند حسن ظن حضرتك. أنا واثق إنك هتقدري، لأني مقتنع بيكي جدا يا شهيرة. شهيرة؟ قصدي يا مدام شهيرة. عن إذن حضرتك يا أستاذ وجدي. استئناف قضية ابن عز الحلواني اتحدد لها ميعاد يوم السبت. ايه ده بجد؟ المفروض الدكتور ما جاش. لا، ما انا اتصلت بيه وجاي بكره. صحيح؟ عشان افرحه. بإيه؟ انت ناسية؟ ناسية يا استاذة ان في قضية اخذنا فيها براءة انا اللي كنت بترافع فيها؟ كده الدكتور عارف يربي. يربي ده ايه؟ احنا فراخ ولا ايه؟ بس عارفة يا اكرم، انا في سؤال محيرني. ايه؟ تفتكري الاستاذة نادية بعد الجواز هتشتغل معانا بنفس الحماس؟ السؤال ده بقى الايام هي اللي هترد عليه. الو، مين؟ نادية؟ الحمد لله على السلامة. جيتي امتى؟ لسه واصلين، هغير هدومي واجيلكم حالا. طب ما تتأخريش يا نادية. لا بس خليكي، اوعي تروحي قبل ما اجي. انا مش مروحة، انا خلاص قاعدة هنا كتير. ايه؟ على طول. الله، حطيت السماعة ليه؟ نادية قالت انها جاية على طول يا بابا. حمدي، انت لسه نايم؟ حمدي، وبعدها لك يا حمدي، هو الحزن ده بقى مش هيفرقك ولا ايه؟ العشرة، العشرة يا سلام، النصيب بقى.
لو سمحت انا عايز اقعد لوحدي شويه. طيب انا هسيبك، بس كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. انا رحت للدكتور النهارده والدكتور عمل لي الاشعه. شادي الاشعه اللي تبين البيبي ولد ولا بنت. طلع ايه؟ ولدي حمدي، ولد ولد ولدي حمدي، ولد ولدي حمدي. عليك يا شهيرة. طب تعالي زوريني مرة، تعالي اتفرجي على بيتي الحلو وفرحي بيه زي ما انا فرحانة. قلتلك يا نسمة ان ده مش بيتك، ده بيت عز الحلواني، وانا لا يمكن اخش بيت راجل نصاب. انت عارفة يا شهيرة، لولا الحب اللي بينا كنت زعلت وصممت ان انا كمان ما اجيلكيش. الصداقة والحب اللي بينا حاجة، واختيارك الغلط حاجة تانية. انا بيتي مفتوح لك وقلبي مفتوح لك في أي وقت. على كل حال يا شهيرة، كلام في التليفونات ما ينفعش، أنا هجيلك بنفسي ونتكلم. مع السلامة. مش قادرة، مش قادرة يا نسمة، مش قادرة استحمل على صاحبتي اللي أنا بحبها إنها تاخد واحد من مراته. ذنبها إيه الست دي فجأة كده تلاقيك استحوذتي على جوزها؟ مسكينة، تلاقيها عايشة في نار وإنتي السبب في ده. أنا السبب ليه بقى؟ هو اللي صمم يطلقها. ويطلقها ليه بعد عشرة السنين دي كلها؟ إلا إذا كان إنسان ما عندوش ضمير. أنا قلتلك إن غصب عنه، أكيد عنده أسباب عشان يطلقها طبعًا. شوفي يا نسمة، مفيش راجل عايز يتجوز على مراته إلا لما بيخترع لها ألف سبب وسبب عشان يبرر جريمته. زي حمدي جوز ليلى. حمدي؟ ماله حمدي؟ حمدي اتجوز يا نسمة، وحجته ايه؟ انها ما بتجيبش اولاد، ونسي عشرة السنين دي كلها، ونسي الحب اللي كان، ونسي انها سابت دراستها وسافرت معاه اخر الدنيا، واهم حاجة نسي ان دي ارادة ربنا. المهم ليلى عملت ايه؟ ليلى اتطلقت يا نسمة. عن إذنكم أنا خارجة. خارجة رايحة فين؟ هشم الهوا يا بابا. جرى إيه يا أحمد؟ أنت هتعد على البنت خطويها؟ كل ما بتتحرك تقول لها خارجة رايحة فين وهتعملي إيه؟ تصوريش أنا حزين عليها دي، زعلان عليه وزعلان منها. زعلان منها؟ طبعًا. مش هي السبب؟ لو كانت سمعت الكلام زمان وكملت دراستها في كلية الحقوق مش كان زمانها دلوقتي. بقول لك ايه؟ قول للزمان ارجع يا زمان. وبعدين اللي حصل زمان ده مش ليلى مسؤولة عنه لوحدها. نار نار وقايدة جوايا يا نسمة، نار. بقوم في نص الليل مش
مش قادرة، مش قادرة لدرجة إني بحط راسي تحت الحنفية عشان أطفي النار اللي جواها. مش قادرة يا نسمة، مش قادرة. ذنبها إيه الست دي فجأة كده تلاقيك استحوذتي على جوزها؟ مسكينة، تلاقيها عايشة في نار، عايشة في نار، عايشة في نار. أنا دلوقتي اللي عايشة في نار. أنت بتقولي إيه؟ عايزة أعترف لك بحاجة يا ليلى وما تستغربيش. إيه؟ انا صحيح دلوقتي عايشه في العز اللي انت شايفاه ده كله، بس صدقيني انا ما عنديش اي احساس بالامان. امان ليه؟ ليه يا نسمه؟ احساس بالندم، احساس فظيع. الله، انت ندمانه انك اتجوزتي عز؟ انا ندمانه على افظع غلطه ارتكبناها في حق نفسنا انا وانت. احنا غلطنا في ايه؟ عملنا ايه؟ سيبنا دراستنا ودينا اهو دلوقتي احنا الاثنين لا معانا شهاده ولا شغل ولا اي حاجه. نسمة، انت بتتكلمي على ايه؟ الندم بعد العدم. انا عشان كده بقى يا ليلى عايزه اقولك ان انت ما كانش ليكي اي حق انك تطلبي الطلاق. نعم نعم، عايزاني ارجع له وهو متجوز؟ ما حبيبتي غصب عني. نعم غصب عني. مين هو؟ كان ذنبي؟ هو ذنبي ان انا ما بخلفش؟ لا يا حبيبتي مش ذنبك، بس يعني ما دام ده نصيبنا في الاول يبقى لازم نستحمل. لا لا يا حبيبتي، عيش انت، عيش انت، لكن انا لا، انا ما اقدرش اعيش، انا ما اقدرش اكذب على مشاعري واعيش بجرحها، ما اقدرش. انا بقى مضطر اعيش، انا ما عنديش استعداد ان انا اطلع للمره الثالثه. ايه ده بقى الجميل قاعد بيقرا في ايه؟ تحب اعمل لك ايه؟ لا انت تفضلي مرتاحه خالص وانا هعمل لك كل حاجه. مراد، انا لسه في الشهر الثالث بس. ايوه حبيبتي، بس برضو لازم ترتاحي. بقول لك ايه، انا هقعد اشتغل لحد الشهر التاسع. الله، يعني ايه هتروحي المحكمه وانت حامل؟ اه طبعا، وفيها ايه؟ فيها ايه صحيح، والله فكره. حتى القاضي يارب بحالك ويديكي في كل القضايا براءه. انا بموت فيكي. وانا كمان. على فكرة الأطفال عندنا حلوين قوي، هتحبيهم خالص. بس يا ترى عندك بقى استعداد لأطفال من سن سنتين لتلاتة؟ إن شاء الله شهر أو شهرين، ده الأطفال أحباب الله يا أبله. طب عندك استعداد تيجي من الصبح الساعة 8 لبعد الظهر الساعة 4؟ أنا مستعدة أجي الساعة 8 وبات هنا. حلو قوي. طب خلاص، يبقى مبروك عليكي وعلينا، ومن بكرة تيجي تستلم الشغل. شكرا. ايوه. ايه خير؟ هسميه ايه؟ ولد بجد؟ انا شخصيا اخترت اسم. قولي لي بقى ايه يا ترى؟ شريف. قلت ايه؟ الله، شريف اسم جميل قوي، المهم بس تعدي الايام ويشرف شريف ده. يا ريت ان شاء الله باذن الله. انا بموت فيك يا حياتي. الله، اسمك شريف، المهم يبقى اسم على مسمى. سامع يا ولد؟ طبعا اسم على مسمى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مش انت ابوه؟ لا، المهم ان انت امه. ربنا يخليكي لي يا حبيبتي. شفت ايدي قد ايه؟ جميله جميله.
حبيبي أنا حبيبي. يلا يا نور هاني اطلعي يلا. اما اشوف مين بقى، محمد يشبع ولا نور هاني؟ على مينو اما اشوف قسم النجار. احمد برافو برافو يا محمد. يلا يا احمد يلا. مروه مروه وريني هتسمعي احمد ولا لا. يلا الله 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 لسه بتبصيلي. خد يا ضربه برافو. انت بتلعبي ايه؟ قومي تلعبي الكوره. قومي العبي الكوره. بص انت احلاق. يلا وريني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ البنات غلبت البنات غلبت. صح انا فين الولاد؟ فين الولاد؟ يلا حبيبي يلا يلا عشان تقوم. يلا تنام ايه؟ هتتاخر كده على الحضانه. قوم بلاش كده. انا مش بروح الحضانه لاني كبرت وبروح المدرسه. انا عارفه انك كبرت طبعا ولا تزعل، انت بتروح المدرسه. يلا بقى قوم وفوق. لا 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 يا نادي حبيبتي كده غلط. ايه في ايه؟ لما تهاوديه وتقولي له انه بيروح مدرسه مش حضانه يبقى معناه بتكذب عليه. مراد ما تكبرش الموضوع. ولا يا حبيبتي. شريف لازم يعرف انه لسه صغير ولما يبقى عنده 6 سنين هيروح المدرسه. صح ولا لا؟ صح يا بابا. يبقى انا عاوز اكبر ويبقى عندي 6 سنين. يلا علشان تكبر لازم تاكل كويس وتشرب اللبن. لا مش بحبه. لا مش بتحبه ايه؟ خلاص يبقى مش هتكبر. لا بحبه. ايوه كده. يلا صباح الخير. صباح النور. صباح باي باي. ايه ده باي باي ده ايه من غير فطار؟ إيه؟ انا عارف اصلا عندي محاضره ومتاخره عليها وعايزه اقعد في الصف الاول. لا مش هسيبك تنزلي من غير فطار حتى لو قعدتي في الصف الاخراني. لا 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 يا مريم ما تسمعيش كلام امك، بنتي لازم تقعد في الصف الاول عشان تطلع من الاوائل. يلا بقى باي باي. تعالي هنا خدي دول معاكي كل يوم. يا مامي مش عايزه. امسكي لازم تاخدي سندوتش. حاضر اتفضل. ايه ده؟ باي باي. باي باي. ابقى خليهم لي معاك. مفيش فايده لمضه. انا بحلم ان ربنا يعدي الكام شهر دول على خير لحد ما مريم بنتي تتخرج بامتياز. انا بقى بحلم اشوف مريم لابسه الفستان الابيض والطرحه وقاعده في الكوشه ويكون جوزها راجل طيب زي مراد بالظبط. وحنروح بعيد ليه؟ إيهاب أخوه موجود؟ كريمة إيه تجيبي السيرة دي على لسانك تاني؟ طب ليه؟ إيهاب ابننا ومتربي في وسطنا. لا معلش أنا بحلم بقى إن بنتي مريم دي بالذات
اجوزها لواحد غني وغني قوي كمان. هقول لك ايه يا احمد، ربنا يحقق احلامك. صباح الخير. صباح الفل والورد والياسمين وكل حاجة. ايه في ايه؟ علي. ماله علي؟ عندي ديك حتة مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ وانا لو قلت لك هتبقى مفاجأة، لما يجي علي بعد المحاضرة هو هيبقى يقولها لك بنفسه. طب يلا يا ستي بدل ما نتأخر عن المحاضرة. يلا. ومحضر نفسك للمرافعة كويس؟ جدا. النهاردة القضية مهمة، ربنا يستر. طب ايه رايك دقايق بس البس واجي معاك؟ لا يا حبيبتي ما تعطليش انت نفسك عن المذاكره. ليه بس؟ ما انا بذاكر طول الليل. اليومين دول بالذات محتاجين جهد مضاعف. المحكمه وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيها قوي. الامتحانات قربت، عايزك تجيبي تقدير عشان دكتوراه. حاضر يا استاذ احمد بركات. انا حاسه زي ما اكون بسمع بابا. خلاص كل همكم المذاكره والنجاح وبس. مش لازم انفذ الوعد؟ وعد ايه؟ ما انت عارفه اني وعدت احمد بيه اني اساعدك عشان تكملي الدراسات العليا. وعشان كده مديني اجازه من المكتب والمحكمه. ايام وهتعدي يا حبيبتي، المهم تنجحي. حقيقي بقى انا نفسي الايام دي تعدي بسرعه جدا علشان اعوضك تعبك. مش عايز اسمع منك الكلام ده تاني. انت بتتعب بجد؟ انا حاسه لو امتحنت بدالي هتجيب امتياز. ندى يا حبيبتي انت اهم حاجه في حياتي، انا ماليش في الدنيا غيرك، انا وانتي حاجه واحده بس. ربنا يخليك لي يا رب. وانتي كمان يا روحي. النهارده كام في الشهر؟ سبعة. كده يبقى فاضل على امتحانات ناديه شهر وشوي، وفاضل على تخرج مريم شهر وشوي. مريم دي انا مش حامل همها، ان شاء الله نجح. انا بقى حامل همها ونفسي اغمض عيني وافتح عين الاقيها خلصت ونجحت وتخرجت وابقى انا كده دوري خلص. اطمني يا كريمه، مريم ان شاء الله ناجحه. يا رب. ممكن بقى يا ستي تقولي لي ايه هي المفاجاه؟ علي جاي هناك اهو، هو هيقول لك عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا علي جاهز بالمفاجاه؟ المسأل الاول في ايه؟ ممكن يوم الخميس اشوف باباكي. بابي؟ ايوه، بابي ومامي واخواتك وكل حبايبك. ليه؟ اخيرا وبعد عذاب طويل هنشوف في المنى في عرض. في المنى؟ طبعا يا انسه مريم، قصتك طلعت للنور خلاص والفيلم بقى جاهز للعرض. ياه ده انا كنت نسيت. لكن علي اخويا لا يمكن ينسى، هو صحيح تعب قوي لحد ما لقى شركه انتاج تنتجه بعد الشركه القديمه ما فلست، لكن الحمد لله اهو وصل وخلص الفيلم كمان. غريبه، هو انت بتشتغل في الفيلم؟ كنت عاملها لك مفاجاه عشان اعوضك عن المعاناه اللي شفتيها في السنين اللي فاتت، وانا مش قادر اطلع الفيلم. يبقى ايه رايك بقى؟ مش فعلا مفاجاه؟ ها قلت يا مريم، قصدي يا انسه مريم. لا يا علي بقى، قول يا اديبه مريم. فعلا والله عندك حق، يا اديبه مريم. فرحانه؟ ده انا هطير من الفرح. زغرتي يا ام علي زغرتي. ايه يا بنتي؟ ايه يا ام علي بتزغرتي ليه؟ مش عارفه، الست مريم قالت لي زغرتي زغرت. ما انا لو بعرف ازغرط كنت زغرطت بنفسي. ايه يا مريم؟ امتحنتي والنتيجه طلعت وجبت امتياز؟ لا اكتر بكتير. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ اخيرا هتشوفوا اسم بنتكو على الشاشه الفضيه. بجد؟ فيلم؟ ايوه يا بابي الفيلم. يوم الخميس ان شاء الله هنروح كلنا العرض الخاص بتاع الفيلم. شركه السعاده للانتاج الفني تقدم اطفالنا امل المستقبل. قصه الاديبه الشابه مريم بركات. لا لا ايه يا احمد؟ لازم يكون الاسم مريم احمد بركات. الله، مين اللي حط اللوحه دي هنا؟ اخيك وابي وامي. انا اللي كتبتها.
ايه بس ايه اللي خلاك تكتبها بشكل ده؟ يعني ما قدرتش انطقها فقلت اكتبها كمبيوتر حلم ونفسي احققه. انا قلت قبل كده ان انا رافض الموضوع ده تماما، مش عايز دلوقتي اي حاجه تعطلك عن المذاكره، كفايه علينا لعب كوره. ده مش صحيح، بالعكس الكمبيوتر ده هيساهم في بعض المواد الدراسيه اللي بدرسها. انت بتتكلم بجد؟ اه والله العظيم بتكلم بجد. يعني صحيح مش هيعطلك؟ لا مش هيعطلني طبعا. خلاص يبقى تنزل تشتريه من بكره اذا ما كانش النهارده يا سيدي. يا سلام يا سلام، ربنا يخليك يا رب. حقيقي حقيقي انا مش مصدق نفسي، ايديا الجميله دي هتلعب على الكمبيوتر وفي هذا البيت الجميل هنا. يا سلام يا سلام يا سلام. شفتي مالك في ايه؟ الدكتور مراد هيجيب لي الكمبيوتر. والله؟ اه والله. شفتي بقى ان البيت ده الاحلام فيه مش مستحيله؟ مش انت بس، ده الشباب كلهم دلوقتي عندهم احلام كتير، بس اهم حاجه انهم بيقدروا يحققوا. مريم كمان دلوقتي بتلف وتدور حوالين نفسها. خير في ايه؟ خير، اخيرا حلمها بيتحقق. الفيلم بتاعها هيتعرض عرض خاص الخميس اللي جاي. انا اسمي صلاح محمد عزم وعمري 10 سنين وانا علي مرزوق ابو السعد، عندي 10 سنين الا شهرين. وانت اسمك ايه يا شاطر؟ كمال، الكمال عبد الهادي محمد. عمرك كم سنه؟ 10 سنين و14. معقوله اطفال حلوين زيكم هيبقوا رجال المستقبل يعملوا كده؟ انتوا بتهربوا من المدرسه ازاي بعد ما بتدخلوا الصبح؟ نجري جري على المراحيض وبعد ما نتاكد ان الطوابير طلعت الفصول. عقبال اللي جاي. اللي جاي؟ طبعا انا عندي مشروع جديد لقصتك زهرة الصباح. مش معقول، دي مفاجأة. ما انا لسه عندي مفاجآت كتير. والله ما انا مصدقة، معقولة مريم بنتنا الصغيرة كبرت ونشوف اسمها على الشاشة؟ فعلا حاجة مشرفة جدا. فيلم هايل يا مريم. المخرج كمان كان هايل. فعلا عرف يجسد مضمون قصة بنتي بالظبط. يعني انت فرحان بيا يا بابي؟ لا طبعا. لا ده ليه؟ ايوه 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 ايه؟ انا فرحان بنفسي عشان عرفت اخلف وربي. امال فين ايهاب يا جماعه؟ بيعمل مفاجأة لمريم. مفاجأة؟ الفيلم ده بقى محتاج احتفال، فاضطريت الم كل اللي حالتي واجيب هدية للأديبة العظيمة مريم. الله يبارك فيك. يلا. علي احنا مش هنروح بقى. بيني وبينك انا مش عايزك تسيب قاعة العرض. يا نجاح حلو قوي يا سلوى، صوت تسقيف الناس نجاح. انا سعيد سعيد قوي يا سلوى. بس مش قد سعادة مالي. انا مبسوط جدا عشان هي سعيدة. هي الحكاية بالظبط. كان نفسي بابا يكون موجود معانا عشان يشوفها. علي انت شكلك كده مخبي عليا حاجة، بس انا بقى لازم اعرفها. فيكي من يكتم السر؟ في بير. اول ما نتيجة مريم تظهر وتنجح ان شاء الله هروح اخطبها. انت بتتكلم جد يا علي؟ انا حركت معاك قبل كده ولا ايه؟ بقول لك ام سلطان جارتنا بتاعت زمان هتجيب عريس ليلى. انت
تحت شغال ام سلطان جارتنا خاطبه لبنتك. اعمل ايه يا احمد؟ 4 سنين دلوقتي وهي ناسيه الجواز خالص. بنتك خلاص ما بتفكرش الا في الاولاد اللي عندها في الحضانه. بس انا ما بنامش الليل علشانها. نفسي اغمض عين وافتحها الاقيها متجوزه ابن الحلال اللي تقضي معاه بقيه عمرها. وافرضي يا كريمه ما جاش ابن الحلال، انا اعمل ايه؟ وانا في ايدي حاجه اعملها وما عملتهاش؟ ده كل شيء اسمه نصيب. هعيش قلبي زي النار عليها. احنا النهارده موجودين، بكره مين عارف؟ الاعمار بيد الله. لزومه ايه الكلام ده دلوقتي يا كريم؟ اعمل ايه يا احمد؟ قلقان على بنتي، ما ببطلش تفكير فيها. انا كمان بفكر فيها ليل ونهار، ونفسي نفسي اتكلم معاها. في ايه يا احمد؟ في موضوع شقتها اللي كانت عايشه مع حمدي فيها. الراجل كتبها لها وجاب لي العقد لحد هنا. يا حبيبتي يا بنتي، 4 سنين دلوقتي قافلاها. بقولك ايه، انت مش امها، ما تتكلمي معاها، على الاقل هتعرفي منها هي بتفكر ازاي. هي متهيئ لها ان حمدي مصيره يرجع لها. حمدي خلاص خلف ولد، مش ممكن هيسيبه، وفي نفس الوقت بنتك ليلى رفضت تعيش معاه وهو متجوز. والله ما انا عارفه يا احمد ايه اخرتها مع ليلى بنتي. ربنا يقدم فيه الخير يا كريم. صلوا على النبي. بندق وبابا قاعدين في الصالة، وهم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون وفرحانين قوي. بصوا لقوا عصفورة حلوة داخلة من الشباك. بندق فرح بيها قوي وجري عليها وراح ماسكها. شاهي بندق ده زيك كده، ماسكها قاعد يلعب بيها. بابا قال له ليه؟ لازم العصفورة بترمي الشباك وتبقى حرة يا بندق. قال له لا يا بابا، أنا ماليش دعوة، أنا عايزها تلعب معايا. قال له عيب يا بندق، العصفورة لازم تطير ما تتحبس. قال له لا ماليش دعوة، قعد يعيط يعيط يعيط. قال له بابا يعني أنت مصمم؟ قال له أه. فكر بابا شوية كده وقال له خلاص، بشرط لو عايز العصفورة تفضل معاك هحبسك معاها. وقفل عليه في الصالة وخرج وسابه. بندق فرح وقعد يسقف وفرحان قوي وقعد يلعب بالعصفورة. شوية وزهق، قال ايه ده؟ وعايز اخرج بقى، انا هفضل في الصالة كده. افتح يا بابا، افتح يا بابا. بابا ما رضاش يفتح. يا بابا انا زهقت، افتح بقى، انا هفضل محبوس كده. قال له اشمعنى؟ قلت ايه؟ قلت له يا بابا انا هفضل محبوس. قال له اشمعنى عايز تخلي العصفورة محبوسة؟ راح بندق فكر كده وزعل وقال له انا اسف يا بابا، انا اسف. خليها يلا تطير في السماء وتبقى سعيدة وحرة، صح؟ يبقى لازم الواحد يبقى حر ولا لا؟ نحبس العصافير؟ لا. صح؟ ايه رأيكم في الحدوتة؟ حلوة. وتوتة توتة فرحة الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. من عينيا كان يا مكان نوارة حبيبتي. انا اسف جدا، اصلي كان عندي شغل في الطريق اروح الشغل وبعدين جبتها. يلا يا نواره اقعدي اقعدي يا حبيبتي اقعدي. يلا وسعوا النواره، يلا وسعوا اختك تقعد في وسطيكوا. برافو عليكي. مدام ليلى ممكن اطلب من حضرتك خدمه؟ اتفضل اؤمر. اصل انا عندي جرد اليومين دولت في الشغل ومضطر اتاخر نص ساعه عن ميعاد الحضانه ومش عارف اعمل ايه. اذا كان على النص ساعه اقعدوا مع نواره، انا تحت امر نواره يا سيدي. بس انا عارف ان نواره دي بنت شقيه شويه. شقيه؟ دي بنت زي القمر، ده انا بحبها قوي قوي حقيقي. ما تحملش هم، ربنا يخليها لك. ايه اللي بتعمله ده؟ مش قلت لك كفايه لعب بقى وبطل شقاوه؟ ما تضربني عشان كده بقى هو مدلعك، وانت ما بتعمليش حساب. انا هوريك، تعالى هنا. تعالى يا تعالى هنا يا ولد. بتضربي الولد ليه يا سيدي؟ ما انت شايف الشقاوه اللي هو بيعملها. تقومي تضربيه. الله، امال اعمل له ايه؟ اطبطب عليه يعني؟ لا مش طبطب، بالتفاهم بالتفاهم يا سناء. بقول لك ايه يا حمدي، ما ادي ابني زي ما هو ابنك بالظبط، وانا اللي لازم اربيه. الضرب عمره ما يربي طفل يا سناء. امال ايه بقى اللي يربيه ان شاء الله؟ الرقه والحنيه والكلمه الحلوه. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي. ممكن تيجي معايا؟ فين؟ في
بيتنا. في بيتكم؟ تعرفي تشيليني؟ اه. طب وهتدفعي كام؟ انا اسف جدا اتاخرت يا مدام ليلى. لا ابدا لا اتاخرت ولا حاجه. ازاي بس ده الحضانه كلها فضيت اهي. انا قلت لحضرتك ما تشيلش هم، نوره في عينيا. يعني اطمع ان شاء الله ان انا بكره ممكن اتاخر نص ساعه. نص ساعه؟ آه لا، هي لو بقت ساعه تبقى افضل. ونوره في عينيا. تسلم لي عينيك يا مدام ليلى. لو شفت البت نوره دي تدخل قلبك وتربع. هي اسمها نوره؟ اسمها نور. وبابا بيدلع هيقول لها يا نواره. بابا اللي بيوديها الحضانه صح؟ اه بشوفه بيجيبها ويوديها. فين مامتها؟ مش عارفه، بيقولوا عليها مسافره. انت باين عليكي بتحبيها قوي قوي قوي. لو عليا ما طلعهاش من حضني. اه بس بس ايه؟ بس بلاش الاحساس ده. بعدين بعدين ايه؟ بعدين هي معاكي السنه دي في الحضانه وممكن السنه الجايه لا. صدقي هو ده اللي بفكر فيه. ساعة بابا ما بيجي بياخدها بحس ان قلبي اتاخد مني، بقول يا ليلى لا ارجعي ارجعي، ممكن يجي يوم ما تشوفهاش خالص. نحن هنا يا استاذ. اخي وصديقي وحبيبي، معلش مش واخد بالي. اللي واخد عقلك اتهنى يا سيدي. فعلا يا مراد، الكمبيوتر ده واخد عقلي قوي. يا سلام يا سلام على العقل الانساني. ولسه ياما هنشوف من اختراعات علم الانسان ما لم يعلم. تصور يا مراد، الكمبيوتر ده محسسني ان الدنيا كلها قدامي وبتعلم من خلاله حاجات كتيره قوي. الكلام ده كويس قوي، بس انا يهمني دلوقتي حاجه واحده بس. النجاح مش كده؟ مش النجاح وبس، النجاح بتقدير جيد جدا على الاقل. يا سلام يا سلام، امتياز والله العظيم امتياز. اتفضل يا بيه جواب. جواب من مين ده؟ طب روح انت يا معلم. شكرا. حاضر. شكله كده الواد مدحت. ايه ايه يا ترى عامل ايه يا واد انتو؟ خالي العزيز وابي الغالي، اسف لعدم مراسلتي لكم طوال المده الماضيه، ولكني كنت في صراع دائم مع تحديد موقفي مع الحياه، اكون او لا اكون. ايه جواب من مين ده؟ الواد مدحت بعد يقول لي اكون او لا اكون. يا مدحت والله بركة انه بخير، بقاله مدة ما بعتش. لا ما هو بيعتذر يا كريمة. اسمعي، وكنت اعتقد وكما تقول الامثال ان الواد لخاله. وانا يا خالي اعيش اليوم بالاصرار على تحقيق الاحلام، وحين يكتمل اول حلم سارسل لك تفاصيله. طب الحمد لله، نحمد ربنا ان هو اشتغل وبقى كويس. وفي الختام اقبلك يا خالي، وسلامي لمرات خالي. الله يسلمك. وايضا لليلى والمريم، والسلام. شوف الواد، بعد سلام لينا كلنا الا ناديه. تلاقيه لسه زعلان منها. وبيزعل منها ليه؟ كمنها يعني رفضته. احسن. احسن ليه بس يا احمد؟ لانها عايشته في تحدي، والتحدي ده هو اللي بيخليه يكون مستقبله. بس غريبه، مش فاهم ايه الحلم اللي هيبعت لي تفاصيله ده.